بيركبي حلب والظروف طاول يعني صعبة، بدك تجيبي الصبح بكير فيه عذاب، بدك تقومي تدبري مثلا بدك اقل من 2000 3000 ورقة بالنهار مستحيل المصروف. المساء بصير برد كتير بقى تبركي بقى قطعة كهرباء ما بنشوفها خالص خالص، نقضي على الشمع وعلى شو اسمه هدول الشواحن وهيك. هون جينا على المنيا منشان بيركي، صار لي 15 يوم تقريبا هون انا بلبنان اي، وعم بدور على اولادي للشغل يعني مشان يشتغلوا وباركين الله الحمد لله. بس طلعنا من حلب بعجوبه عن جد، بدرس وعم اقدم بكالوريا، خلصت تقديم بكالوريا وصار هالاحداث. رحت لأسجل بالجامعة ولا هيك، صار في اشتباكات كتير وصادفني يعني انه هيك بالطريق، انه ما كانت الطريق كتير صعب بالزور حتى وصلت على الجامعة. وقت اللي وصلت على الجامعة ما قدرت تسجل ابدا، لانه رجعت على البيت بالزور لانه كان كتير في مشاكل واشتباكات يعني. الحمد لله يعني رجعت على البيت سالمة، ومن يوم ما قال لي بابا انه خلاص ما بقى في دراسة وهون انا قطعت الامل. هنيك قعدنا صار ضرب حوالي يعني بيت حد منا، وضرب الطابق الثاني من فوق من عنا كمان ضربوه بغزيفة وبراميل، وجينا نحن هربانين. اجينا بسيارة من هنيك وعلى الحدود، كل ما بدك تصل لعند حاجز بدك تدفع مصاري لان ممنوع تيجي على لبنان، لانه عم نسجل هون بالامم المتحدة والامم المتحدة ممنوع. وعلى حدود قطعوني انا دفعت مصاري حتى قطعت مرتي، لان ممنوع، لان ما معي لا شيء يثبت انه مرتي ولا شيء ابدا منوب الا ورقه شيخ بس. ومرتي حامل مصر يعني، جينا من هنيك لسه عليها شي شهر لتخلف، خلفت هون بمشفى بس ما ولا خلق لك، وهذا خلق بس اول ولد ظروف الحرب ما حدا ساعدنا يعني. كل ما بنروح على المطرح او بيجي حد بده يسجل ما بقولنا انت ما بصير تسجل لكم الا يكون معكم اخراج دفتر عائله. ما نحن ما عندنا هنيك ضرب النفوس، مطرح ما بنسجل متى حدا يعني لا فيك تجيب لا شيء ابدا بنوب. انا بالنسبه للمشاكل اللي عم تصير هون بالمخيم، هل السوليدارت مثلا عم تقدم مساعده؟ لما عم تقدم المساعده عم يطلع صاحب المخيم عم يساعد بس اللي مقربين له، اللي له واسطه مثلا، عرفت كيف؟ انا بدي مثلا انه تجي اللجنه بدها تسجل تشوف كل الناس، مو شخص واحد بتشوفه بتكشف على المخ. انا بدي انه مثلا ساعه تفوت هالشخص يسجل يشوف وضع الخيمه شو عايزه شو لازم له. في ناس مثلا متخشب كهرباء، احيانا بتنقطع الكهرباء ما في مي ما في ما بتن شو اسمه ما بتجي كهرباء يعني، مثلا الكهرباء اكثر احيانا قاطعين علينا، بتجي 6 ساعات وبتجي بتنقطع 6 ساعات يعني. هاي مشاكل كل الناس هون، ما عم احكي لك عن شخص واحد، عم احكي لك على مشاكل جميع الناس. بنتمنى مثلا تحسين المدارس، المدارس هلا لا دفاتر ما في، كتب ما في، مواصلات للطلاب اذا بدهم يروحوا على المدارس اللبنانيه كمان ما عم يستقبلوهم. عندي امل بس الامل ضعيف، لان مثل اللي عم يتناوى من الشمس من الغربال. كل املي انه ارجع على حلب، والحمد لله يعني انه ما صار لعائلتي اي شيء.